بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير على حضراتكم، حلقه جديده من برنامج نص الدنيا. صباح على زمايلنا في الاستوديو، صباح كله سعاده واشراقه وامل وتفاؤل. في الحقيقه من بدايه شهر 6 كده بنلاقي محركات البحث على جوجل كلها رايحه في الاتجاه الاتي: ماسكات لتفتيح البشره، روتين يومي للاهتمام بالبشره، ازاي نهتم ببشرتنا. في الحقيقه احنا مش محتاجين نهتم ببشرتنا في الصيف بس ولا بعد المصيف بس، احنا محتاجين نهتم ببشرتنا طول السنه. بشرتنا دي بتتاثر بالعوامل الجويه، بتتاثر بالشغل والتوتر، الامتحانات، الارهاق. كمان الدراسات اثبتت ان اكثر عضو في جسم الانسان بيتاثر بعلامات تقدم العمر او بيتاثر بالصحه النفسيه هو البشره. نهتم ببشرتنا ازاي؟ هو ده موضوع حلقتنا النهارده، وده اللي هنعرفه مع ضيفتي الكريمه النهارده، اخصائي البشره والشعر الدكتوره رنا زهير. مرحبا بحضرتك معانا. ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. دكتورتنا الجميله اللي دايما في الفيديوهات بتاعتنا. هلو هلو يا حلوين. هلو هلو يا حلوين. في البدايه منتظرين بس اسئلتكم واستفساراتكم على الارقام اللي هتظهر اسفل الشاشه. دكتوره رنا، عايزه اسالك على حاجه. ليه البشره هي اول عضو في جسم الانسان بتبان عليه علامات التقدم في العمر او الصحه النفسيه بتاثر، سواء الواحد زعلان او مرهق او متوتر او الامتحانات، ليه كل ده بيبان على وشنا؟ بصي، هو الموضوع نفسي بحت. يعني هتزعلي، هتتأثري، مفيش سيلف لاف كفاية، مش بتفكري في نفسك كفاية، هتتأثري جدا. مع الاسترس بقى بتلاقي كل حاجة بتطلع على البشرة، يعني حتى الحبوب كل حباية في مكان معين في البشرة بيدل على زعل معين او ستريس من نوع معين، سواء بقى في المعده، سواء في قله نوم، قله تغذيه، كل ده بيبان. فتعتبر البشره هي الفلتر للجسم، فعشان كده بيبان كل حاجه. طيب ايه اهم الفيتامينز اللي احنا لازم نركز عليها وبيتوقف عليها نضاره او انطفاء البشره؟ ايه الحاجات اللي انا لازم يا اما اخدها كبسولات او اعمل تحاليل اتاكد ان هي ناقصه عندي في الجسم او ايه؟ بصي، هو طبعا مع العوامل بتاعه الجو والتغييرات والتغذيه السيئه جدا اللي بتحصل، فابتدينا نراعي ان احنا لازم ناخد فيتامينز من اول 18 سنه. كان زمان يقول لك اب تو 13 تاخدي فيتامينز. هو 18 سنه بيبقى عنده نقص فيتامينز؟ طبعا ده بيبتدي من اقل كده كمان، بس بتبتدي حتى العوامل الوراثيه والهرمونز والحاجات دي بتبان من اول 18 سنه في الوقت الحالي اللي احنا فيه. اكتر حاجه مهمه قوي فيتامين سي، الزنك، مغنيسيوم، والحديد طبعا ده معانا في كل حاجه. والروتين اليومي بقى مش الخاص بالبشره، اللي هو اللايف ستايل، ان احنا ننام بدري، ما نشربش قهوه، الحاجات دي. ايه الحاجات اللي اكتر حاجه بتاثر على نضاره البشره؟ بصي، انا ضد الناس اللي بتقول بلاش قهوه، لان انا احنا مدمنين القهوة. كلنا مدمنين القهوه. ده حقيقي، بس كفايه فنجان واحد في اليوم، ده هيبقى انف قوي. الميه، شرب الميه عليه عامل كبير قوي. كولاجين، النضاره، حتى الشعر، صحته، الضوافر، كل حاجه الميه دي هي الاساس. في ايه كمان؟ التغذيه، النوم كويس. الموبايل ده اسوأ حاجه في الدنيا. يعني بيأثر على العين، بيأثر على الهالات، التجاعيد بتظهر بدري. فاحنا نقلل من الكلام ده، فنرجع لعاداتنا القديمه هنرتاح قوي. ايوه. طيب دكتور، ايه اهم المشاكل اللي بتقابليها يعني او بتلاقيها موجوده بكثره في الشباب او الناس الكلاينت اللي بيجوا لك عموما؟ بصي، قله النضاره بتبقى باكتساح بقى على تقريبا جميع الاعمار. يعني في دلوقتي زي ما بقول لك من 16 سنه ابتدى يبان قله نضاره، ودي حاجه غريبه. والحبوب، الحبوب معانا لحد حتى بمناسبه الحبوب يا شباب، يا ريت تنزلوا لنا الصور بتاعت مشاكل البشره. اتفضل. الحبوب بقى معانا، كانت الاول سن المراهقه بس، دلوقتي لا، الحبوب بتكمل معانا. في ناس بتجيلي في الاربعينات وعندها حبوب عشان بتيجي من التوتر والضغط النفسي طبعا، والستريس وقله التغذيه زي ما قلنا وكده. عامل الجويه كمان عليها عامل كبير، مع عدم اتباع روتين مناسب، فبينشر الحبوب اكتر. بتلاقي النسبه الاكتر في البنات ولا في الشباب الاسترس والتوتر وكده؟ الولاد. انا كنت لسه هسالك، احنا كستات او كبنات بيبقى عندنا نصيب الاسد في العنايه ببشرتنا، انت شايفه ان الولاد او الشباب والرجاله يعني بقى عندهم الثقافه والوعي الفكري ان انا اروح اهتم ببشرتي، سواء بقى تنظيف او ان انا اعالج مشكله معينه؟ شريحه كبيره جدا من الولاد. معقوله؟ بقى عندها الوعي ده وابتدوا خلاص. احنا عندنا ريفيوهات كمان من الاولاد محضرينها، وعندنا ريبورت هنطلع. عايزه اقول لك ان انا اول سيربست للولاد تكون موجوده عملت الوعي ده. بيبقى عندهم مشاكل بشره ايه مثلا؟ حبوب، قله نضاره،
الناس اللي كانت مليانه شويه وخست، فبيحصل قله نضاره في البشره، شحوب، فبييجوا بقى عشان يهيل دوت يعني. طيب دكتور، انت دايما بتقولي ان انت ما بتحبيش دايما تلجئي للليزر او الحاجات دي، بتحبي تلجئي ايه هي الحاجات الادوات بتاعت رنا زهير بقى، التكات بقى والحاجات دي؟ بصي، الميزو سيرابي هو الكينج بتاع اي حاجه دلوقتي. يعني مش كل حاجه بقى اتجاهنا للفراكشنال والحاجات دي، لا، الميزو سيرابي انجز حاجات كتير قوي، بشره، بادي، شعر، كل الحاجات دي. وتخسيس، انا كنت لسه بتكلميني في الاوضه، ده حقيقي ناس كتير بتخاف منه وتقول لا انا خايفه لحسن يكون في اعراض جانبيه او اي حاجه، احنا عايزين نطمن. كتير قوي ما كانش عندهم الوعي اللي هو يعني ايه احقن جسمي عشان افتت الدهون او مثلا اشد حاجه معينه، لكن دلوقتي الميزو سيرابي اكتسح الموضوع ده وبقى حلو جدا، امن جدا، ما فيهوش اي ضرر، حتى السايد افكت بتاعه خفيف خالص، انت بس بتحسي بس بشويه حراره كده في المكان اللي انا بحقن فيه واتس دون. يعني بعد مثلا السيشنز اللي انا بحددها، طبعا كل كيس مختلفه عن بعضها، في واحده مثلا عندها ارداف او بطن او ترهل بسيط مثلا او دبل تشين او كده، فده بيبقى محتاج سيشنز فاهمه غير السيشن، يعني مثلا واحده اربعه. طب خلينا نوضح للساده الجمهور، بيعمل مفعوله بعد قد ايه؟ يعني بتحتاج كام سيشن عشان؟ ما انا بقول لك عشان كده بيختلف من كيس للثانيه، في واحده مثلا اربعه سيشن انف قوي ليها، في واحده من اول سيشن تقولي لا ده شد وانا مرتاحه جدا، فبيختلف، عشان كده لازم اشوفها. ايوه. طب بالنسبه يعني بنشوف شباب كتير جدا في الشارع ولكن نديهم سن اكبر من سنهم، نتفاجئ ان هم لسه في العشرينات او الكلام دوت، طبعا ما فيش نضاره في البشره، ما فيش اهتمام، هل ده جزء منها طبعا مما لا شك فيه ان هو عامل وراثي؟ ولو عامل وراثي، هل ممكن بالعنايه بالبشره والاهتمام بيها البشره تستعيد نضارتها ورونقها وجمالها؟ بصي، هو عامل وراثي 25% بس، شوفي بقى بقيه النسبه كلها قايمه على التغذيه وعوامل الجو. يعني الناس اللي بتنزل من غير صن سكرين دي بتعجز بسرعه جدا وبيحصل لها تجاعيد بسرعه، دارك سبوت في كل حته في بشرتها، فالصن سكرين ده من اهم حاجه. تاني حاجه بقى، في سيشنز دلوقتي بتعالج كل ده، يعني بتخليكي لا جلوينج وهيلثي سكين جدا وكانك مش عامله حاجه، غير بقى الفيلر والبوتوكس بيبان ان انت حقنه، اما بقيه السيشنز لا بتبقي ناتشرال جدا. طبعا الكلام ده احنا لينا نصيب الاسد بما اننا ستات وبنات بس، ما والولاد كمان كتير. لا والله. طب نطلع فاصل نشوف التقرير، ان الشباب كمان مؤخرا بقى عندهم ثقافه الاهتمام بالبشره سواء بقى تنظيف او مع علاجيه. نطلع تقرير ونرجع تاني. يعني الحمد لله الشباب بتوعنا بقى عندهم وعي وثقافه الاهتمام بالبشره، بينزلوا برده بيحطوا صن سكرين وكده زينا، كل حاجه بتتحط اصلا. ده في بنات يا رنا ما بتحطش الصن سكرين، هقول لك عشان هم واخدين الصن سكرين بتاع المصيف اللي هو رنا انا هروح المصيف فهتبقى في كوت بيضة على وشي ازاي هنزل كده. لا، الصن سكرين بيتشرب في البشره عادي جدا زيه زي اي مسترايزر، يعني من ضمن الروتين لازم. عارفه لو وقفتي في المطبخ شويه لازم تحطي صن سكرين. ايوه انا عارفه درجه الحراره. طب انت دايما ابديت بالحاجات الجديده في مجال التجميل وكده، عايزينك قولي لنا على طفره بقى حاجه كده جديده. البلو بلو تحفه. يعني انت جايه مثلا في ترهلات او في هنا الفاين لاين او مفيش ليفتنج في البشره، في مثلا منطقه اللغد اللي هي عند الرقبه علامات تقدم في السن، الحاجات دي. البلو بلو دي بتبقى عباره عن حقنه كده بنحقنها، بتبقى عباره عن ميكس بقى فيتامينز مع هيلورونيك مع شويه حاجات كده جلوتاثيون عشان يفتح والكلام ده كله، بنحقنه انت في يعني النتيجة بتبقى اون سبوت، انتي وانتي قاعدة في السيشن بتشوفي النتائج هايلة جدا وعملت طفرة. منتظرين اتصالاتكم الهاتفية على الأرقام الموجودة أسفل الشاشة.
ومنتظرين الريفيوهات الجميله للكلاينت بتوع دكتور رنا. دكتور طبعا احنا عايزين دلوقتي نكلم ست البيت العاديه الطبيعيه اللي قاعده بتذاكر للولاد وتقول السنه دروس وتوتر وكده، ست البيت واللي يمكن كتير منهم مش هتقدر تروح لعياده مختص بشره، فعايزين كبسوله سريعه من المطبخ من عندها او اي حاجه في متناول الايد ننقذ بيها الموقف. بصي انا هقول لك حاجه، نظرا ان هي مش هتقدر تروح لمتخصص بشره، بس بدل ما تاخد كل شويه فواره عشان المغص ومسكن، بدل ما تصرفي كل ده انت تروحي المختص اسهل بكتير. ايوه حقيقي فعلا، انت لما تشوفي نفسك جميله وتبقي راضيه عن نفسك هترتاحي وهتقدري ان انت تتحملي باقي الضغوط وتكملي بصحه نفسيه كويسه. طيب دكتوره، لو احنا عندنا دلوقتي عروسه او اي بنوته او كتكوته ظهر لها مناسبه فجاه خلاص، هل ممكن في سيشن واحد تستعيد نضاره بشرتها وجمالها؟ وكمان لو عندها مشكله في البشره مثلا عندها حبوب او عندها الحفر والثغرات والكلام ده، ممكن من سيشن واحد نلحق الموضوع مؤقتا لغايه لما تواظب بقى على روتين يومي او لما تجيلك العياده؟ بصي، عندها شحوب، عندها نضاره، عندها ترهل في البشره، تقدر تجيلي قبل الفرح باربع ساعات. اتس دان. طيب معانا اتصال هاتفي، معانا استاذه روان. ايوه اهلا بحضرتك. اهلا بك، سعيده جدا بمداخلتك، اتفضلي. انا كان عندي بس سؤال للاستاذه رنا. دكتوره رنا اتفضلي. دكتوره رنا، دكتوره رنا ازيك عامله ايه؟ الحمد لله، ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام. طبعا بعيدا يعني عن كل حضرتك الرائع والريفيوز اللي بتتكلم اصلا عن الشغل لوحدها. ثانك يو. انا بس كان عندي استفسار. قولي لي. دلوقتي مثلا انا ساعات مثلا في الصيف عارفه بقى بتبقى مثلا الشموب اللي في البشره بتبقى مفاجاه. اوكي. ايه سببها والعلاج مثلا عشان يقلل الموضوع ده؟ تمام. وبرده ليه بعد فتره مثلا هي بتستخدم الغسول ما بقاش فيه؟ تمام، السؤال بتاعك حلو جدا وده انا كنت عايزه افوكس عليه. اول حاجه احنا هناخد الاهم فالمهم، الغسول ليه بعد فتره ما بيجيبش نتيجه؟ لان البشره بتتعود عليه، فهو خلاص انا بشرتي اتعودت على حاجه معينه، عشان كده بنقول ان الغسول ما ينفعش كل يوم، الغسول احنا بناخد ريست منه فبيبقى يوم ويوم. واللي هيفاجئكم بقى ان الغسول بيبقى مره واحده في يعني مرة واحدة في اليوم، مش صبح وليل. متهيألي ويمكن انتي تصححي لي المعلومة بتاعتي ان البشرة بتفرز دهون صحية احنا لازم نحافظ عليها، صح؟ مظبوط. فعشان كده انا من ضمن الروتين بتاعي اللي انا حتى بقوله للكلاينتس ان الكلينزر بتاعنا يبقى بالليل مش الصبح، وبيبقى مرة واحدة بس. ده بالنسبة للغسول. بالنسبة بقى للحبوب اللي بتطلع فجأة في الصيف، ده عشان الجو، العوامل الجوية، بكتيريا، انتشار البكتيريا مع الحر وكده، فلازم تونر. يعني من ضمن الروتين بتاعنا التونر هيقلل الافرازات شويه ويقلل البكتيريا اللي بتحصل لانتشار الحبوب. يا ريت نعرض الصور بتاعت الحالات. دكتور عايزاكي تعلقي لي على الصور كده. قولي لي. يعني الحبوب مثلا لما بتروح بتسيب الاثار بتاعتها، الناس بقى البنات او الشباب بيبقى عايز يضيع الـ الاماكن السمراء بتاعتها في وقت قياسي، تاخد لها وقت قد ايه تقريبا؟ بصي من اول سيشن احنا بنشوف النتيجه، يعني من اول سيشن العلاج بيكون ايه؟ عباره عن كريمات تفتيح ولا لو بالنسبه للحبوب زي الكيس اللي معانا دي، دي بتبقى بنعمل حاجه اسمها اكني تريتمنت، ودي بتبقى عباره عن بيلينج تقشير، ومعايا اجهزه، معايا سوليوشن بيعمل زي تقشير سطحي للحبايه، وده من اول سيشن بنشوفه. بعد كده بنبتدي بقى نهيل بميزو ثيرابي وديرما بان، الريزلت بتبقى حلوه جدا. طيب اتكلمنا عن البشره شويه، نتكلم بقى عن الشعر. البشره مش وش بس وجسم، لا نتكلم عن الشعر. ناس كتير قوي نقص الفيتامينز عندها بنلاقي شعرها بيقع، او توتر برضو، ارهاق، امتحانات وكده. ايه بقى الابديت، الحاجات الطفرات اللي حاصله في مجال الشعر؟ بصي اللي حاصل في مجال الشعر ان هم كمان دخلوا حاجه زي الهيالورونيك اللي بيدخل في البشره، دخلوه كمان في الشعر، فاحنا بقينا نحقن هيالورونيك، والموضوع ده بقى حلو جدا. بيجيب نتيجه بعد قد ايه؟ في نفس السيشن بتغلف الشعرايه، زي السيزون اللي احنا فيه ده حر وشمس وكده، فبيحصل تقصف كتير، فده بيبقى مفيد جدا. بس طبعا نوع معين من الهيالورونيك بتعديلات معينه من شويه فيتامينز كده، فبتغلف الشعرايه فبتبقى كويسه قوي، فده بنصح بيه طول الوقت. بالنسبه للسقوط بنستخدم ميزو ثيرابي او جروس فاكتور اللي هي الخلايا الجذعيه، الموضوع بيبقى كويس قوي، بتشوفي ريزلت اون سبوت. يعني انا بعمل لك النهارده السيشن، اول ما بتروحي البيت وبتسرحي بالفرشه بتاعتك انت بتشوفي الفرق في الكميه اللي بتتساقط. في
روتين يومي اكيد بتقولي لها عليه بقى نمشي طبعًا. عليه عشان نلاقي نتيجه فعاله طبعًا. ايه مثلا الروتين اليومي؟ الشامبو بيبقى مناسب لفروه شعرها لان الناس بتختلط ما بين الفروه والشعرايه يعني انا لو فروتي دهنيه شعرتي مثلا جافه فالشامبو بيبقى حاجه والكونديشنر حاجه تانية. معقولة؟ هو في كده؟ بس ده غير طبعا بقى بنستخدم ليف ان فترة الصيف اللي احنا فيها ده لازم عشان نرطب الشعراية فبمشي معاها بقى ببروسس كده لازم تبقى ملائمة ليها. طيب انا عايزة اسألك على حاجة ان انا ساعات لما اكون في مكان درجة الحرارة فيه معتدلة وكويسة بلاقي شعري حلو ورطب وتمام لو هسافر في مكان درجة الحرارة فيه عالية بلاقي ان الشعراية نشفت كأنها فقدت المية اللي فيها واول ما ارجع مكان تاني الاقي اتعدل. هو الشعر بيتاثر بالتقلبات الجويه؟ طبعا طبعا هو اللي بصي هو اللي بيتعرض اول حاجه لينا هو اللي بيتعرض ليها الشعر فعشان كده انا دايما باكد ان احنا لو هننزل مثلا بحر او هنروح مكان فيه حر قوي لا ناخد احتياطاتنا قبل البنيه لازم نحط ليف ان لازم نغلف الشعرايه قبل البنيه هنحط للشعر سان سكرين لا 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 ايوه طب يا جماعه هنشوف موضوع سان سكرين بتاع الشعر دوت نطلع نشوف تقرير ونرجع تاني بعد الفاصل. اهتمام بالبشره ده مش حاجه للبنات بس فروحت اجرب الموضوع ده عند انضف عياده في اسكندريه كلها. بيكم اعزائي المشاهدين وبرحب مره اخرى بضيفتي الكريمه دكتوره رنا شرفونا ومنورانا يا دكتور. دكتور عايزين حضرتك تكلمينا عن الدبلومه اللي حضرتك واخداها. اوكي بصي انا دايما بحب كل فتره كده اشوف ايه الابديتس الجديده واخدها تاني انا بحب جدا اذاكر فاهمه طول الوقت. الدبلومه دي كانت لطيفه قوي من الطف الحاجات اللي حصلت كانت عباره عن الفيلر الحاجات بقى الجديده والبوتوكس كمان في تقنيات حديثه مش لازم احقن فيلر ناس مثلا بتجيلي بنوته تقولي انا خايفه احقن فيلر فطلع بدايل للفيلر بتبقى وقتيه مثلا شهرين شهر ونص بتشوف الشيب بس بتاع اللبس بتاعتها حبيتها فبنكمل بقى على الفيلر اللي هو بيقعد معاها فتره طب اطول. لما الاثر بتاع الحقن بيروح انا سامعه كده أيوة. ان المكان بيرجع أسوأ مما كان عليه الكلام ده صحيح ولا غلط؟ لان احنا مش بنحقن الفيلر اللي هو بيقعد فتره طويله لا احنا بنعمل حاجه متبقى مؤقته بتبقى كلها اصلا عباره عن فيتامينز وبتبقى الشيب بتاعها بتبقى كويس قوي وبعد ما بيروح الفوليوم بتاعك بيقل شويه في الشفايف لكن ما فيش ولا ترهل ولا غمقان ولا تشققات ولا الحاجات اللي بتحصل دي. طيب معانا اتصال تليفوني معانا استاذه نرمين اهلا بحضرتك معانا. ايوه نرمين مع حضرتك اهلا بيكي اتفضلي. انا كنت عايزه بس اشكر دكتور رنا ان هي يعني طلعت وبتتكلم عن الحاجات اللي هي بتعملها كده بمنتهى السلام النفسي بتقول كل الديتيلز كده عادي. انا عملت معاها سيشن حضرتك سامعيني؟ اتفضلي. عملت معاها سيشن ميزو ثيرابي تفتيت دهون اربع سيشن كانت النتيجه باينه معايا من اول سيشن. خسيتي كام كيلو؟ طيب يعني انا كنت عامله قبل كده وما كانش في اي افكت خالص. بقولي خسيتي كام كيلو؟ طيب مش سامعاك كويس. سامعاني كويس؟ سامعاني بقولي خسيتي كام كيلو؟ لا انا ما وزنتش بالكيلو انا وزنت بالسنتي فرق معايا 15 سنتي. يعني فرق في بطني 15. فكان بالنسبه لي ده يعني مرضي جدا انا ما كنتش متخيله ان بعد مثلا اربع اسابيع هشوف نتيجه زي دي.
سعداء جدا بشكر حضرتك معانا، شكرا لحضرتك. دكتور طب لما هي خست في نظام غذائي رجيم بتمشي عليه ولا عادي بقى فري المكان اللي هو نزل وحصل له تفتيت دهون مش هترجع تتراكم فيه الدهون تاني؟ بصي قبل بس ما ارد عليكي انا عايزه اشكرها طبعا اللي هي عملت الكول ده، وانا بحبها قوي على المستوى الشخصي، هي كلاينت من الطف الكلاينتس اللي ممكن تقابليهم. كانت مطيعه جدا، تتبع الدايت اللي انا اديته لها، المشروبات اللي انا بقول لها عليها. طبعا هي دايره، يعني انت جنب الدايت جنب المشروبات اللي بتشربيها بتعملي السيشنز. انا مش ساحره هطلع فاهمه لوحدي، مش بقوم بالدور لوحدي خالص. تاني حاجه، احنا لما بنيجي بنخس ده على المستوى العالم، مفيش حد بيخس بالكيلوات، فمفيش مثلا تنقصي 5 كيلو 6 كيلو، لا احنا بالسنتي. لان في موضوع ان هي ميه، في ناس بتخس دهون، في ناس بتقل في الكتله العضليه بتاعتها. طب اللي بيخس بالسنتي ده لما تبقى المشكله سمنه موضوعيه ولا كله عامه؟ بس الفوكس عليها بتبقى سمنه موضوعيه، لان انا بحقن في اماكن السمنه الموضوعيه. فالموضوع كان حلو جدا معاها، وشفنا ريزلت هي نفسها استغربت، يعني قالت لي ايه ده في ايه؟ يعني عادي مش محتاجين رجيم ولا محتاجين بقى عمليات تكميم معده ولا اي حاجه، لو في كمان عمليات نحت او تنسيق قوام وكده الحاجات دي كلمينا عنها. بصي هو السيشنز دي بتساعد الميزوسيرب، يعني انا بعد ما بخلص دوري بقول لك لا احنا بقى محتاجين نعمل بقى مثلا كفتيشن او اي حاجه تانية، وبرشح لك اماكن بتعملي فيها ده. يعني هي دايره مقفوله بنوصلها لبعض لحد ما الكلاينتس يبقى راضي ومبسوط. دايما بقى العرايس قبل فرحهم بيحصل لهم هيسس كده، حتى لو هي ما عندهاش حاجه بيحصل لها من التوتر. تيجي بقى دكتور انا عايزه اخس وعايزه تفتيح بشره وعايزه شعر ما يقعش وعايزه انتعاشة في البشرة، بتعملي بقى ايه كورس العروسة الخاص بدكتور رنا؟ هي بتيجي فعلا عايزة تعمل كل حاجة في اخر 14 يوم. فأنا بس احنا جامدين يعني جداً. احنا مفيش مشكلة جدا. انا بقول لها طيب انت جاية لي قبل 14 يوم، انا محتاجاكي قبل الفرح بست ايام بس وشكرا على كده. انت قلتي اربع ساعات، ده احنا كمان يلا هنديكي الوقت. بصي ست ساعات بتعمل ايه بقى؟ قولي لي بقى العروسة بتعمل ايه؟ لو هي مثلا عندها نقص نضارة زي ما قلنا، فدي بجيبها قبل الفرح بيوم او بيومين، بتبقى حقنة النضارة ودي تحفة جدا زي ما كلمتك. بتعمل ايه بقى حقنة النضارة؟ بتشد قوي البشرة، بتدي فوليوم، بتعمل توريد في الخدود، بتفتح، بتنعم قوي. فانت حتى بعد الفرح بتاعك لو انت رايحه مثلا هاني مون او كده، فانت مش محتاجه تحطي ميك اب، انت بتبقي جلوي لوحدك. فالموضوع بيبقى حلو قوي. بما اننا اتكلمنا عن الحقن بتاعه التفتيح، في طبعا هاجس وحاجات منتشره اليومين دول اللي هي الابر بتاعه، بتقول لك سنو وايت بقى تبقي واو كده. بس طبعا انا عارفه ومتاكده ان هي بيبقى ليها اعراض جانبيه كتير. عايزين بقى نوجه رساله للبنات اللي ممكن ينسقوا ورا الكلام دوت بقى ويجي لهم حاجات على الكبد والكلام ده. بصي كل ما هو عليه بروباجندا او شو وبينزل بعروض انت اصلا تستغربيها، اسعار غريبه جدا، اسعار غريبه بتبقى في متناول الجميع ولا غريبه واو قوي؟ في متناول الجميع. معقوله؟ فانت بتاخدي حقنه، الحقنه دي بتبقى عباره عن تاخديها في الجسم عضل، فانت حاجه بتدخليها جسمك ماتيريال، تروح فين؟ تروح على الكبد دايركت. هي بتفتح مجراها العلمي ايه بقى؟ هي بتروح على الكبد تعمل ايه؟ يعني بصي بتدي اوردر مثلا لخلايا المخ ان هي هو الكبد هو اللي بيصفي كل السموم بتاعه الجسم. لو انت هو والكلى خلاص، فانت بتدخلي حاجه دايركت زي مثلا حقن الفيتامين او المسكنات زي فولترين والحاجات دي، بتروح الجسم خلاص بيمتصها. العصاره بتاعته بتروح فين؟ هي بتاثر تاثير كبير جدا على الكبد، مش حلوه على مرور الوقت يعني. بس البنات بتفرح طبعا اللي هي وايتنج قوي، بس هي مش صحيه خالص. طب اخيرا احنا ما كنا بنتكلم على ست البيت وهنديها كبسوله، عايزين حاجه سريعه كده من الماسكات بقى. اقرب منك برضه، انا ضد الماسكات الطبيعيه خالص، لان هي هارش قوي على السكان وبتعمل بعد كده بورز بقى، وانا بلاقي مصايب بتجيلي. في ناس حصل لها حرق، حطت قرفه على عسل وحاجات غريبه كده حصل لها حرق. بس انا هقول لكم حاجه سريعه، ميه الورد ما نستغناش عنها. هي بيرفكت. الشاي الاخضر لو حطيناه كده في الايس، عملنا تيوب كده تلج بالشاي. طيب رنا كلميني عن ايه هي الاوفرز اللي انت بتعمليها عشان خاطر العيد، عشان وقت حلقتنا خلاص كده قرب على اوشك على الانترنت. ايه العروض اللي انت عاملاها للبنات؟
بصي الاوفرز هتبقى انا كل مره بعمل اوفر على السيشن لوحدها. دلوقتي لا انا عامله عباره عن مجموعه باكج كده عشان زي العرايس لما بتجيلي فتلاقي كذا حاجه فالاوفر هيحبوه قوي. ميرسي يعني. جدا يا دكتور سعيده بوجودي جدا مع حضرتك وبوجودك معانا والكلام محتاج حلقات كتير. اوعدينا ان ان شاء الله يبقى في سلسله حلقات مع حضرتك. اوعدك. ميرسي جدا. كانت معانا دكتوره رنا زهير اخصائي واستشاري بشره وشعر. عايزه اقول لكل الناس اللي بيشوفونا دلوقتي احنا محتاجين واحنا ماشيين الشارع نشوف وشوش بتضحك ونضره بس يعني. الاكثر من كده ان احنا محتاجين اننا لما نبص في المرايه نلاقي وش بيضحك. دايما حاولوا تخلوا نفسيتكم كويسه عشان ده بينعكس على البشره. شكرا ليكم. اشوفكم في حلقه جديده من برنامج نص الدنيا. كانت معكم ايمان الشيخ. شكرا. تحياتي.